بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على الفنايل كيتون يوريا. الفنايل كيتون يوريا باللغة العربية اسمها فينايل كيتون أو بيليه الكيتون، مرض الفنايل كيتون يوريا. أول حاجة هنتكلم عنها في الفنايل كيتون يوريا إن أنا هتكلم على الميتابوليزم بتاع الفنايل ألانين، هنقوله تفصيليا لكن نركز على الحتت اللي هي المهمة بالنسبة لنا. رقم اتنين، هقول ايه هو الليفل بتاع او النورمال ليفلز بتاع الفنايل ألانين. رقم تلاتة، هقول المانيفستيشنز بتاعت الفنايل كيتونيوريا. رقم اربعة، الجينيتكس بتاعتها. ورقم خمسة، هنقول الطيبس وهنقول التريتمنت بما فيه النيولي discovered treatments. في الباسوي بتاع الفينايل أنالين هتكلم أول حاجة على النورمال باسوي أو النورمال ميتابوليزم of فينايل ألانين، اللي هو إحنا ليه تو باسويز، في باسوي A وفي باسوي B. لو بصينا على الدياجرام دوت، أدي النورمال باسوي أو النورمال ميتابوليزم of فينايل ألانين. لو انا عندي الفينايل ألانين السورس بتاعته جاية اكتر حاجة من البلانت بروتينز، هيديلي الفينايل ألانين. الفينايل ألانين في وجود انزيم اسمه فينايل ألانين هيدروكسيليز يتحول الى تيروسين، والتيروسين بيحصل له بريك داون، وايضا يدخل التيروسين في تركيب البودي بروتينز. يبقى الباسوي الثاني ان الفينايل ألانين يتحول مباشره الى بودي بروتينز، دوت النورمال باسوي او النورمال ميتابوليزم اوف فينايل ألانين. طب ايه اللي بيحصل بقى في الابنورمال ميتابوليزم اوف فينايل ألانين اللي هو بسميه الديزيز فينايل كيتون يوريا اللي هو الباسويسي؟ قلنا الدايت ريسورس، قلنا اشهرها البلانت بروتينز بتديلي الفينايل ألانين. قلنا في باسوي 1 اللي احنا خدناه اللي هو بيتحول الى تيروسين، ده الهيدرو الفينايل ألانين هيدروكسيليز انزيم هيبقى فيه ديفيشنسي، والديفيشنسي ده يا اما بارشالي او كومبليت، وتحول جزء منه الى بودي بروتينز. طب في السي باسوي بقى اللي هو الابنورمال، السي باسوي اللي هو الابنورمال ان هو يتحول الفينايل ألانين اللي ما حصلوش تكسير، هيتحول الى هيدروكسي فينايل اسيتيك اسيد، او يتحول الى فينايل اسيتيك مين اسيد. يبقى الابنورمال باسوي ان الفينايل ألانين هيتحول الى هيدروكسي فينايل اسيتيك اسيد او فينايل اسيتيك اسيد مباشره. طيب ايه اللي بيحصل في حالة البي كيو اللي هي الفينايل كيتونيوريا؟ انا عندي الفينايل ألانين هيدروكسيليز انزيم عشان يشتغل عايز كو فاكتور معاه، الكو فاكتور ده اسمه تترا هيدرو بايو بترين اللي هو البي اتش 4. التترا هيدرو بايو بترين مع الهيدروكسيليز انزيم بيحولولي الفينايل ألانين اللي هو الامينو اسيد فينايل ألانين انتو تيروسين. لو الرياكشن دوت ما حصلش، الفينايل ألالين هيحصل له اكيوميوليشن والتيروسين هيبقى ديفيشنت. يبقى اول سؤال يجي لك في امتحانات دبلومة التغذية مثلا او في الدكتوراه، يقول لك لو واحد طفل عنده فينايل كيتونيوريا هيبقى عنده ايه؟ هتقول له عنده هايبر فينايل انانيميا ولا هايبو. اتنين، التيروسين هيقل ولا هيزيد؟ التيروسين هيقل لانه ما تحولش الفينايل ألانين الى تيروسين. طب الاكسيسيف فينايل ألانين الزيادة هيحصل له ميتابولايزد ويديني فينايل كيتونز اللي هي ده في الماينور روت. الفينايل كيتونز ديت اللي هتنزل في اليورين وتعمل لي فينايل كيتون يوريا. طيب في الترانسامينيز باسوي مع الجلوتاميت خلاص، لكن الميتابولايتس بتاعته اللي هو الفينايل اسيتيت
والفينايل بايروفيت والفينايل الفين سيلامين. الاليفيتد ليفلز من الفينايل الانين في البلط والديتكشن اوف فينايل كيتونز في اليورين هو الدايجنوستيك. يبقى الدايجنوزيس في حاله فينايل كيتونيوريا، واحد هيبقى فيها هايبر فينايل الانيميا، يعني الفينايل الانين هيزيد في البلط. اتنين هيبقى فيه فينايل كيتون بوديز في اليورين اللي هي الفينايل كيتون يوريا. التيروزين امينو اسيد هيبقى ديكريز الاماونت بتاعته، هيبقى فيه هايبو تيروزونيميا، الليفل بتاعه هيكون قليل. لكن معظم البيشنت احنا بنشخصهم عن طريق النيوبورن سكريننج تيست، هنشخصهم عن طريق النيوبورن سكريننج تيست، وده معمول بيه في اوروبا وفي امريكا بانتظام زي اللي هو التحليل بتاع الثايرويد جلاند. ايه هي النورمال ليفلز بتاع البود البلاد فينايل الانين؟ انا عندي النورمال بلاد فينايل الانين المفروض يكون 1 ملي جرام بير ديسيليتر، 1 ملي جرام بير ديسيليتر. في حالات الفينايل كيتونيوريا الليفلز ممكن تتراوح ما بين 6 الى 80 ملي جرام بير ديسيليتر، وممكن تكون اكتر امتى اكتر من 30 ملي جرام. يبقى لازم تكون اكتر من 30 ملي جرام. النورمال بتاعي اللي هو 1 ملي جرام بالديسيليتر في الفينايل كيتونيوريا بتبقى من 6 الى 80، وممكن تبقى اكتر من مين، في الغالب بتكون اكتر من 30. يبقى انا خدت الفينايل الانين او الفينايل كيتونيوريا، ايه اللي بيحصل فيها؟ زياده الفينايل الانين في الدم، 2 نقص التيروزين، 3 فينايل كيتون بوديز في اليورين، والليفل هيكون من 6 الى 80 ملي جرام بير ديسيليتر، لان النورمال بتاعه 1 ملي جرام بير ديسيليتر. هنتكلم على الهيريداتري بتاع الفينايل كيتونيوريا. الفينايل كيتونيوريا كل حالات الفينايل كيتونيوريا بتبقى اوتوزومال ريسيسيف، يبقى كلها اوتوزومال ريسيسيف. لو بصينا في اليو اس اي في الولايات المتحده الامريكيه، كل 14000 طفل هيبقى في طفل عنده فينايل كيتونيوريا، تمام؟ ده لكل لايف مين بيرسز. الكونديشن بتاع الفينايل كيتونيوريا هتبقى اكتر في الوايتس، في الناس مين البيض ده في امريكا، وفي النيتف امريكانز في السكان الاصليين في امريكا، وده ما يهمنيش قوي طبعا، وموجوده ايضا في الهسبانيكس اللي هم من الاصول الاسبانيه والايشيان، بتكون فيهم اقل. يبقى الهسبانيكس والاصول الاسبانيه والبلاكس بيكون فيهم مين اقل. الجين بتاع الفينايل الانين هيدروكسيليز، الجين بتاعه بيبقى محمول على كروموزوم 12، محمول على كروموزوم 12. انا هنا ادي كارير داد الفازر، وادي كارير مام المزر، البوسبل تشيلدرن لان ده عباره عن اوتوزوم ريسيسيف، فهيدي لي 25% من الاطفال هيبقوا افكتد، تمام؟ ده اللي هو الهيريداتري بتاع الفينايل كيتونيوريا، قلنا هيكون كلهم اوتوزومال ريسيسيف، وقلنا الجين محمول على كروموزوم 12. لكن الجين بقى بتاع التترا هيدرو بايوبترين اللي هو قلنا عليه البي اتش 4 بيبقى محمول على كروموزوم رقم 11، تمام؟ يبقى الجين ده اسمه ايه؟ البي تي بي سينسيز، بيبقى محمول على كروموزوم رقم 11. يبقى انا عندي الجين بتاع الفينايل الانين هيدروكسيليز انزيم على كروموزوم رقم 12، لكن الجين بتاع التترا هيدرو بايوبترين البي اتش 4 هيبقى محمول على كروموزوم 11. في جين بتاع بقى الداي هيدرو بتريدين ريدكتيز انزيم هيبقى على كروموزوم 4. الجين بتاع الكاربينو لامين دي هيدراتيز والجي تي بي محمول على كروموزوم 10، ده عشان اعمل البرينيتال دايجنوز. يبقى انا عندي في حالات الفينايل كيتونيوريا اقدر اعمل برينيتال دايجنوز ولا ما اعملش؟ اعمل برينيتال دايجنوزس، خلاص.
هنمسك ايه هي التايبس بتاع الفينايل كيتونيوريا. انا عندي فيه اربع انواع من الفينايل كيتونيوريا، اشهرها الكلاسيك فينايل كيتونيوريا، بعديها نوع اسمه بيناين فينايل كيتونيوريا وده بيبقى المايلدر فورم، بعدها رقم 3 في المالجنانت فينايل كيتونيوريا، رقم 4 اللي هي بيبقى فيها نقص في الديفيشنسي في البي اتش 4. هنمسك اول واحد اللي هي الكلاسيك فينايل كيتونيوريا ودي السيفير تايب. الفينايل بلازما الالين ليفل بيكون اكتر من 20 ميلي جرام بير ديسيليتر. الكوز بتاعها بيبقى عندي في نقص كامل او نيرلي ابسنت يعني كومبليت ديفيشنسي لانزيم اللي هو الفينايل الانين هيدروكسيليز، وقلنا ده يؤدي الى زيادة الفينايل الانين وزيادة الفينايل بيروفيك اسيد او الديكربوكسيليتد اللي هو بيتحول الى فينايل سيلامين اللي هو الفينول سيلامين اللي هو بيعمل ديسربت للنورمال، مين بيعمل لي ديسربشن للنورمال ميتابوليزم يؤدي لي الى برين دامج. يبقى انا ممكن اقول لك ام اس كيو، مين اللي بيؤدي الى برين دامج في حالات الفينايل كيتونيوريا؟ تخزين ماده اسمها الفينيل، ايوه الفينايل اي سيلامين، اسمه ايه؟ الفينايل اي سيلامين هو اللي بيؤدي الى برين دامج. هنمسك ايه هي السيمتومز في حاله فينايل كيتونيوريا. في الاول ان الطفل ده عند الولاده بيبقى نورمال، يبقى اول حاجه بيبقى عنده نورمال ات بيرث، بعد كده بيحصل له منتر ريتارديشن، وفي الكلاسيك تايب بيبقى المنتر ريتارديشن بيبقى سيفير. بيبقى الطفل ده بعد الولاده هيبقى عنده فوميتنج خلاص، والاطفال اللي هم الكبار بقى اللي ما تعالجوش اللي هم الاولدر انتريتد بيحصل لهم ايه بقى؟ بيحصل لهم الاعراض الاتيه، بيحصل لهم هايبر اكتيفيتي نشاط زياده، بيبقى عنده بيربسليس موفمنت اللي هي بسميها الجيركينج موفمنتس خلاص، بيبقى عنده بيربسليس موفمنتس، عنده ريزميك روكينج وعنده أسيتوزس، بيبقى عنده ريزميك روكينج وعنده مين أسيتوزس اللي احنا بنسميهم الجيركينج موفمنتس. يبقى في الاول الطفل بيتولد طبيعي، بعد شوية يحصل له منتر ريتارديشن وبيبقى عنده فوميتنج، لو الطفل ده اتساب وانتريتد يخش بقى في هايبر اكتيفيتي، يحصل جيركينج موفمنتس، يحصل بيربوسليس موفمنتس، وفي أسيتوزس. ما يميزه ايضا ان بيبقى عنده لايت سكين بيجمنت اللي انا بسميه لايتر كومبليشن، يبقى لون الجلد بتاعه هيبقى ابيض تمام كده، هيبقى عنده سيبوريك او اكزيماتوز راش، هيبقى عنده راش دهني او عامل زي الاكزيما خلاص. طيب في انبليسنت حاجه مهمه خالص بقى في الفينايل كيتونيوريا، هاخد اليورين بتاعه هلاقي له unpleasant odor اللي احنا بنسميها الموصي او ماستي odor، موصي او ماستي مين odor. طبعا احنا عارفين ان في metabolic inborn error of metabolic diseases لها characteristic مين urine odor، هنبقى نقولهم في محاضرة ان شاء الله. طيب يبقى هيبقى معاه hyperactivity، jerking او purposeless movements منها الاسيتوزيس والروكينج، light skin pigment او pigmentation، موسي او مصري مين اودر، ويبقى معاه سيبوريك او اكزيماتويد ريش. هيبقى معاه نيورولوجيكال امبيرمنت تمام، وهيبقى معاه ابسنت اوف تندون او ديب تندون مين ريفلكسس. 25% من الاطفال دول بيبقى عندهم سيزرز، عندهم تشنجات، و 50% منهم بيبقى عنده EEG abnormalities. يبقى الكاركتر او الاعراض التانية الاعراض كده بتاعت الفينايل كيتونيوريا، واحد يتولد طبيعي بعد كده ما تلحقش يتحول يحصل له منتر ريتارديشن ويبقى عنده هايبر اكتيفيتي، جيركينج موفمنت، ديليد منتال وسوشيال سكيلز، هلاقي اليورين في موسي او ماستي اودر، هلاقي السكين لونه لايت
مبيض شويه كده، اللي هو اللايتر سكين مين بيجمنتيشن. لو شفت الحاجات ديت اشك ان الطفل ده عنده ايه، عنده فينايل كيتونيوريا. طيب وبالتالي الفينايل كيتونيوريا ممكن يخش في الديفرنشال دياجنوز مع حالات السي بي، مع حالات السي بي وحالات الديليد موتور اند منتال ديفلوبمنت. ديت السيمبتومز بتاع الفينايل كيتون يوريا. من ضمن الحاجات او البوينت اللي لازم نركز عليها قوي في السيمبتومز، ان الفينايل الانين ده مهم للنورمال بودي فانكشن ولا مش مهم؟ مهم، وقلنا النورمال ليفل بتاعه بيكون 1 مللي جرام بير ديسيليتر. طب لو في حالات بقى ما خدش فينايل الانين او عنده انسفيشنت فينايل الانين انتيك، ده يؤدي ايضا الى منتال وفيزيكال سلوجشنس، ويؤدي الى لوس اوف ابيتايت، ويؤدي الى انيميا، ويؤدي الى راش وضيارية. بمعنى زياده الفينايل الانين غلط، ولو نقص خالص برضو في الفينايل الانين برضو يؤدي الى مشاكل منها منتال وفيزيكال سلوجشنس ويتني ولوس اوف ابيتايت والانيميا والراش. هنكمل بقى في السيمبتومز. هيبقى عنده مايكروكيفالي بسبب البرين اتروفي، عنده بروميننت ماكزيلا ويز وايد سبيس تيس يعني الاسنان متباعده، وعنده انيمال هايبوبليزيا، وعنده جروس ريتارديشن سوء النمو. وهعمل في الحالات ديت نيونيتال سكريننج بروجرام. طب الدايجنوزز بتاع الفينايل كيتونيوريا بيبقى عن طريق الكلينيكال بيكتشر، هلاقي البلازما فينايل الانين قلنا في الكلاسيك اكتر من 20 ميلي جرام بير ديسيليتر، هلاقي فيها نورمال بلازما تايروسين ليفل ونورمال كونسنتريشن اوف كو فاكتور، وده اللي هيفرق لي الحالات التانية. الكو فاكتور اللي هو تترا هيدرو بايوبترين اللي هو البي اتش 4، وهلاقي انكريز اليورينري ليفل اوف ميتابولايت اوف فينايل الانين. خلاص ده الدايجنوزيس بتاع الفينايل كيتون يوريا. ممكن يسألك سؤال يقول لك في سكرينينج تيست للفينايل كيتون يوريا؟ ايوه، اللي اسمه الهيل بريك تيست. هعمل اختبار للبلاط اشوف زياده الفينايل الانين. هاخد عينه من البلاط احطها في اجار بليت معاها بكتيريا اللي هي تعمل لي جرو للفينايل الانين. الهيلثي بيبيز البلاط داز نوت هاف اكسترا فينايل الانين، وبالتالي البكتيريا مش هتنمو، لكن البيبيز اللي عنده فينايل كيتونيوريا هيؤدي الى نمو مين؟ البكتيريا. يبقى اول حاجه اسمه هيل بريك تيست، هاخد عينه من البلط واحطها في اجار، الاجار دي في بكتيريا، لو نمت البكتيريا يبقى عنده هايبر فينايل الانيميا اللي هي اسمها فينايل كيتونيوريا، لو ما نمتش يبقى ده النورمال بيبي. ادي السكريننج تيست اهو، هاخد اعمل بريك للهيل واخد دروبس فيو دروبس من البلط واروح حاططها على طول مع الاجار. في طريقه تانية ان انا باخد هعمل نيو ريبورلاند تمام عشان اعمل ايرلي امبلمنتيشن واعمل ايرلي تريتمنت، ده اللي هو السكريننج تيست. التيست دوت اسمه جازاري تيست فور البي كي يو اللي هو للفينايل كيتونيوريا. ان انا في عندي لو هو بوزيتيف، ادي منظر البوزيتيف اهو، البكتيريا حصل لها نمو اللي هي البكتيريا الهالو دي تمام. لو نيجاتيف نو بكتيريا الجروس، هلاقيها زي ما هي كده. في حاجه اسمه بوزيتيف كنترول، بوزيتيف كنترول ادي البوزيتيف كنترول اهو، ان انا هلاقي انكريزنج الفينايل الانين كونسنتريشن ماشي، هيديلي بكتيريا الهالوز، هيديني اكتر من واحده، اسمه بوزيتيف كنترول. وفي النيجاتيف بلاد تيست ريزلتس ان هو ما حصلش بكتيريا المين جروس، ده في الهيلسي بيبي. يبقى التيست في الفينايل كيتونيوريا او السكريننج تيست اسمه الجازري تيست. اسمه ايه؟ الجازري تيست. اراجع بسرعه، اول نوع من الفينايل كيتونيوريا اسمه الكلاسيك تايب، والكلاسيك تايب ده قلنا الفينايل الانين بيبقى اكتر من 20 ملي جرام بير ديسيليتر، التيروزين بيبقى فيه نورمال، هيبقى فيه الميتابولايت اللي هو الفينايل كيتونيوريك والفينايل بايروفيت انزيم تمام. طيب قلنا السيمتومز بتاعته، الطفل بيبقى مولود طبيعي، بعد كده يحصل له فوميتنج، وبعد كده يخش يلي في منتال ريتارديشن،
ولما ما يتعالجش يديه يبقى عنده هايبر اكتيفيتي وعنده جيركينج موفمنتس، ويبقى عنده ايه تاني ممكن يحصل؟ سيزورز، يحصل جروس ريتارديشن. تمام، دي اشهر حاجات. وقلنا بيبقى عنده موسي او مصري اودر، وبيبقى عنده سكين لايتر سكين كومبليكشن، لايتر سكين كومبليكشن. ده قلنا الدايجنوزيس ان انا بعمل سكريننج تيست اللي هو الجزري. مين الجزري؟ تيست فور الفينايل كيتون يوريا. في تيست تاني ان انا باخد فيريك كلورايد، ماشي، كلوريد الحديد، زائد عينه من اليورين بتاع النيو بورن بيبي. لو اتحولت لجرين كلر في وجود الكيتون بوديز يبقى ده فينايل كيتون يوريا. يبقى في عندي اتنين تيست، واحد اللي هو الهير بريك تيست، والتاني اسمه اللي هو الفيريك كلورايد مين تيست، هيدي لي الجرين كلر. طيب انا عايز اعمل تريتمنت، ايه هو التريتمنت بتاع الكلاسيك تايب بتاع الفينايل كيتون يوريا؟ واحد نو كيور، مفيش مين كيور، مفيش شفاء منه، لكن انا هعمل ريستريكت الدايت من الفينايل كيت فينايل الانين، يبقى اللي هي اسمها فينايل الانين فري دايت. طب الطفل لسه مولود، هديله لوفينيلاك، هديله لبن اسمه ايه؟ لوفينيلاك. وحاليا اللبن ده بياخدوه الاطفال مجانا من وزارة الصحة. طيب في ناس قالت لك ان انا هدي اللبن ده لغاية سن كام؟ الماجوريتي قال لك ان انا بديه ل 14 سنة، الماجوريتي قال لك اديه ل 14 مين؟ سنة. ونرجع للقاعدة تاني ان انا عندي الفينايل الانين اساسي لحياة الخلية ولا مش اساسي؟ اساسي، essential for the life of the tissues. وبالتالي لازم الشخص ده اديله small doses من الفينايل الانين، لازم اديله جرعات قليلة. طب بعد 14 سنة، ليه انا بقول لغاية 14 سنة وده من الام اس كيو؟ لان لغاية 14 سنة تقريبا الجروس والديفلوبمنت بتاع البرين هيبقى اكتمل. بعد 14 سنة الجروس والديفلوبمنت بتاع البرين هيكون not affected by high levels of phenyl مين الانين. يعني يا شباب او يا دكاترة، بعد 14 سنة البرين اكتمل النمو بتاعه خلاص، واكتمل التطور بتاعه، وبالتالي مش هيتأثر بالكمية او المستويات العالية من الفينايل الانين. ده معظم الاراء. طيب الهدف بتاعي من ان انا اعالج حالة فينايل الانين او فينايل كيتونيوريا ان انا هعمل ريدكشن، اقلل الدمج للبرين. اتنين قلنا ان احنا هندي لو او فري دايت اللي هو قلنا عليه زي اللوفينيلاك. نو دايتري ريستريكشن للاطفال. لو انا عندي طفل الفينايل الانين بتاعه بتابعه لقيته من 2 ل 6 ملي جرام بير دي سي لتر، ما اعملوش دايت ريستريكشن. لكن لو الفينايل الانين، الفينايل الانين حصل ديفيشنسي، ما احنا قلنا الفينايل الانين اوفر تريتمنت، عالجت فينايل الانين اوفر تريتمنت، ما اعطيتوش فينايل الانين خالص، هيؤدي الى ليثارجي وفيلير تو سترايف وانيروكسيا وانيميا وراش ودايريا، وممكن يؤدي الى ديس. يبقى بالتالي انا الطفل اللي عنده فينايل الانين او هايبر او فينايل كيتونيوريا لازم ان انا اسمح له ان هو ياخد كميه قليله من الفينايل الانين. طب الناس اللي هي او الاطفال اللي بتاخد ده اللوفينيلاك او الفينايل فري دايت، لازم ادي معاه اورال كو فاكتور اللي هو البي اتش 4، بدي 10 ملي جرام لكل كيلو جرام. طيب في الاطفال اللي هو عندهم مايلدر فورم ممكن يؤدي ريديوس البلازما ليفل من فينايل الانين، تمام، مبدون اللي هو الكو فاكتور ده يؤدي الى تقليل البلازما ليفل من فينايل الانين بدون ما انا اعمل ريستريكشن في مين؟ في الدايت. ولازم انا الاطفال دول اعمل كلوز مونيتورينج. هلخص ثاني بسرعه التريتمنت بتاع الكلاسيك تايب. قلنا لو هو من 2 ل 6 انا مش هدي اي علاج، لكن لو اكتر من 6 هدي واحد لو او فينايل الانين فري دايت اللي هو اللوفينيلاك، وادي معاها كوفاكتور اللي هو البي اتش 4، الدوز بتاعته بتبقى 10 ملغ بير كي جي. ممكن الحالات اللي هي المايلدر
الكوفاكتور ده يعالج لي الهايبر فينايل الانيميا او الفينايل كيتون يوريا. ده كان النوع الاول اللي هو الكلاسيك. النوع الثاني اسمه البناين او هو المايلدر فورم من الهايبر فينايل الانيميا او اسمه نون فينايل كيتون يوريك هايبر فينايل انيميا. يعني هيبقى في عنده زياده في الفينايل الانين في الدم لكن ما عندوش فينايل كيتون بوديز في مين؟ في اليورين. البلازما ليفل هيبقى اكتر من 2 ميلي جرام لكنه اقل من 20 ميلي جرام. هيبقى مفيش فينايل كيتونز في مين؟ في اليورين. ممكن الطفل يبقى اسيمتوماتيك لكن بعد كده ممكن يحصل له بروجريسيف برين دامج مع الكبر في السن. يعني هيتولد كويس بعد فترة يحصل له مين؟ الاعراض. هيبقى في الحالات اللي بيبقى فيها مايلدر ديفيشنسز من الفينايل الانين الهيدروكسيليز او الكوفاكتور بتاعه اللي هو تترا هيدرو بايو بترين اللي هو البي اتش 4، ولذلك سميناها مين؟ البناين. الدايجنوزيس ان انا بعمل سكريننج تيست، بعمل كوانتيتيف ميجرمنت اقيس البلازما فينايل الانين واشوف الكيتون بوديز الفينايل كيتون في اليورين واشوف الكوفاكتور اللي هو البي اتش 4. طب هنيجي لنقطة مهمة، الستات الحوامل اللي عندهم هايبر فينايل الانيمي، عندهم زيادة في الفينايل الانين اللي هو انا بسميها الماتيرنال بي كيو، خلاص لو ما تعالجتش كويس هيبقى في خطورة ان الطفل اللي يتولد هيبقى عنده منتال ريتارديشن ومايكرو كيفالي وكونجينيتال هارت ديزيز. وبالتالي انا لازم اعمل تحاليل باستمرار للست ديت عشان اقلل او اخلي الليفل بتاع الفينايل الانين اقل من 6 ميلي جرام بير دي سي ليتر. ده اللي هو البريجننت مين ويمن اللي انا عندي فيه ماتيرنال بي كيو. يبقى ممكن يسالك في ماتيرنال فينايل هايبر فينايل الانيميا؟ ايوه في ماتيرنال هايبر فينايل انيميا. طيب النوع الثالث من الهايبر فينايل الانيميا اللي هو اسمه مالجننت هايبر فينايل الانيميا. المالجننت هايبر فينايل الانيميا ده بيبقى فيه ديفيشنسي للكو فاكتور بي اتش 4. ده اللي هو المالجننت. الكوز بتاع النوع ده، النوع المالجننت دوت اللي هو فيه نقص البي اتش 4، برغم ان انت الطفل ده بتديله لبن خالي من الفينايل الانين اللي هو لو او فري دايت، برغم كده هيحصل ايضا ديتريشن، هيحصل فيه نيورولوجيكال ديتريشن، هيحصل معاه منتال ريتارديشن. ليه؟ لان عنده نقص في مين؟ عنده نقص في البي اتش 4 اللي هو الكو فاكتور للفينايل الانين وللتيروزين وللتريبتوفان والهيدروكسيليزيس والهيدروكسيليزيس. طيب انا عندي الاثنين الاخرانيين اللي هو الهيدروكسيليزيس اسينشال لمين؟ اسينشال للبايوسينسيس اوف نيوروترانسميتر. يعني الهيدروكسيليزيس ديت اساسيه لتصنيع المواد الكيميائيه الناقله او الكيميكال ترانسميتر في البرين اللي هم الدوبامين والسيروتونين. وبالتالي نقص البي اتش 4 فاكتور 4 نيتروك اوكسايد مهم جدا لتصنيع النيتروك اوكسايد. النيتروك اوكسايد ده بيعمل لي كاتاليز الجينيريشن اوف النيتروك اوكسايد فروم ارجينين. النيتروك اوكسايد ده ايضا مهم، خلاص ال NO. يبقى سبب ان البي 4 ده هيخلي النيورو مهم جدا عشان النيورو ترانسميتر في مين؟ في البرين اللي هما الدوبامين والسيروتونين. يبقى تاني المالجننت هيبقى فيه هايبر فينايل الانيميا وهيبقى فيه ديفيشنسي للكو فاكتور بي 4. برغم كده لو انا عديته علاج بس بلو فينايل الانين دايت وما عطتوهش الكو فاكتور هيحصل له نيورولوجيكال ديتريشن. ليه؟ لان الحاجات دي مهمه لتصنيع النيوروكيميكال ترانسميتر. الكلينيكال بيكتشر بتاع الحاله ديت مشابهة للفينايل كيتون يوريا،
لكن النيورولوجيكال مانيفستيشن بتكون اكتر زي لوس اوف هيد كنترول، ترانكل او هايبوتونيا او ترانكل هايبوتونيا، يعني اللي هو بيحصل فيه الفلوبي بيبي، بيحصل معاه درولينج يعني بينزل السلايفا على طول بيريل، بيحصل سوالوينج ديفيكالتيز، في مايوكلونيك سيزرز، تمام. ودي بتحصل بعد 3 شهور برغم ان انت بتعمل له دايتري ريستريكشن. البلازما فينايل الانين بيبقى هاي في الكلاسيك فينايل كيتونيوريا او في الرينج في حالات اللي هي المايلدر مين المايلدر فورمز. يبقى البلازما فينايل انين بيبقى زيه زي الكلاسيك او زيه زي المايلدر مين فورمز. طب تشخيص المالجنانت فور عن طريق ان انا بشوف اليورينري نيوبترين والبايوبترين، ممكن يكون الاهم نورمال او انكريز او ديكريز حسب الافكتف انزيم، تمام. السكس بايروفو الانزيمات دي مش شرط ان احنا ايه نحفظها، لكن انا التشخيص الرئيسي ان انا بعمل البي اتش 4 لودنج تيست، ان انا بدي اورال او انترافينوس دوز من البي اتش 4 هيعمل لي نورمالايز البلازما فينايل الانين، خلاص. في جين استادي في الحالات ديت، في جين استادي. طيب علاج الحالات ديت ان انا هعمل لو فينايل او فينايل انالين فري دايت، وهدي الاورال بي اتش 4 من 5 ل 10 مللي جرام لكل كيلو في اليوم، وادي معاهم لو انا عندي نقص في النيورو ترانسميتر هدي ال ال دوبا والفايف هيدروكسي تريبتوفان. لما التريتمنت بالبي اتش 4 نورمالايز البلازما برين ليفل، يبقى ده هدي معاه ال دوبا والفايف هيدروكسي تريبتوفان امتى لغايه امتى؟ لغايه ما الاقي ان البي اتش 4 نورمالايزز الليفلز بتاعت الفينايل الانين. الاشخاص اللي عندهم هايبر فينايل الانيميا او عندهم نقص في البي اتش 4 او نقص في الدوبامين بسبب نقص الدوبامين ديفيشنسي، بيبقى عندهم هايبر برولاكتينيميا، يعني البرولاكتين هرمون هيزداد في البلط. بعض الادويه بتعمل لها هايبر برولاكتينيميا. يجي سؤال سواء في الماجستير او في الدكتوراه يقول لك الكوزس اوف هايبر برولاكتونيميا، واحد قلنا اللي هي ديفيشنسي اوف بي اتش 4، اتنين ديفيشنسي او للدوبامين، تمام. في بعض الادويه بتعملها زي الترايميسوبريم والسلفاموثوكسازول اللي هم السبترين والسبتازول والستريم، الميزوتريكسيت والانتي لوكيميك ايجنت. الانتي لوكيميك ايجنت دي بتعمل لي انهبت الداي هيدرو بتريدين ريدكتيز انزيم اكتيفيتي، تمام. وبالتالي لما انا اديها لازم اديها بحذر في حالات البي اتش 4 ديفيشنسي. يعني انت لو عندك طفله عنده فينايل كيتونيوريا ومعاها بي اتش 4 ديفيشنسي، ابقى حذر وانا بديله السبترين والسبتازول والميزوتريكسيت والحاجات ديت والادويه اللي هي مضاده للوكيميا. ده كان النوع الثالث من الفينايل كيتونيوريا. النوع الرابع من الفينايل كيتونيوريا اسمه ترانزيانت هايبر فينايل الانيميا. الترانزيانت يعني ايه مؤقت؟ ده بيحصل فيها مودريت اليفيشن للفينايل الانين، بيحصل في ترانزيانت ويحصل معها في الترانزيانت تايروزينيميا في النيوبورن، بيحصل معها ترانزيانت تايروزينيميا، يعني التايروزين برضو هيزيد بنسبه بس ترانزيانت مؤقت. لما الانفانت يبقى عنده ابيليتي ان هو يعمل اوكسيدايز التيروزين، ماشي، هيحصل ايه بقى فيه؟ هيحصل الاتي، هيحصل ان الطفل لما يعمل اوكسيديشن للتيروزين لما يبقى مطيور، الاليفيت التيروزين والفينايل الانين هيرجعوا للوضع الطبيعي. ولذلك ده اللي هو هايبر فينايل انانيميا مع هايبر تيروزينيميا بتبقى ترانسيانت يعني مؤقتة. ده كان النوع الرابع من الفينايل كيتونيوريا او الهايبر فينايل الانيميا. في ديزيز من الديزيزز الرير مرتبط بيبقى فيه التترا هيدروبايوبترين اللي هو البي اتش 4 ناقص لكن معاهش هايبر فينايل الانيميا، وده بيؤدي الى هيريداتري
بروجريسيف ديستونيا، هيؤدي لي الى ديستونيا هيريداتري، وهيؤدي وبيكون اوتوزومال دوميننت، هيبقى اسمه اوتوزومال دوميننت دوبا ريسبونسيف ديستونيا. يعني الديستونيا دي هعالجها بمين؟ ان انا هدي الدوبامين. او اسمه السيجوا ديزيز، اسمه السيجاوا ديزيز. يبقى النوع ده بيبقى البي اتش 4 هو اللي ناقص، لكن الفينايل الانين ما بيحصلوش مين زياده وبيعمل ديستونيا، تمام؟ وده بيعتمد على الدوبا، لازم اعالجه بمين؟ بالدوبا. يبقى النوع دوت ده رير فورم اوف ديستونيا. يبقى ايه هو النوع اللي بيبقى فيه مرتبط بالفينايل الانين وبيكون فيه الفينايل الانين ما فيهوش زياده لكن البي اتش 4 فيه زياده ويؤدي الى ديستونيا، اللي هو اسمه سيجاوا ديزيز او دوبا ريسبونسيف ديستونيا. ده رير فورم من الديستونيا. اول حاجه اكتشف في اليابان بسبب نقص في الجي تي بي سايكرو هيدروليز انزيم ديفيشنسي، بيكون اوتوزومال دوميننت وبيكون اكتر كومن في مين؟ في الفيميل عن الميل، بيكون 4-1، يعني اكتر في الفيميل عن الميل. الكلينيكال مانيفستيشن بتاعت السيجوا ديزيز ده، السيجوا ديزيز، الاعراض بتظهر عند 5 لـ 6 سنة، بيبقى عنده ديستونيا في اللور ليمبس وممكن توصل لكل الاكستريميتس. بعد كده بسنوات قليله يبقى عنده تورتيكوليس، تمام، عنده ديستونيا للارمز، عنده بور كوردينيشن. الايرلي ديفلوبمنت بتاعه قبل 5 سنوات هيبقى نورمال. هيبقى عنده امبريسيف دايورنال فاريشن، يعني بيتغير، بيبقى وورس باي ذا اند اوف ذا داي، وامبروفنج مع السليب، بيتحسن مع السليب. هيبقى في باركنسونيان ساينز، في علامات مرض الباركنسونيزم، تمام. الليت لو انا مش دايجنوزد على انه سي بي، يعني في ناس كتير بتسيبه او بتشخص على انه ايه سي بي، تمام. الليت بريزنتيشن في الادلت ريبورتد، يعني في ناس كبار بيجي لهم المرض ده اللي هو السجوة، اللي هو الاوتوزومال دوميننت دوبا ريسبونسيف، خلاص. زي مين برضو مرض يجي برضو ليت في الاطفال بس من 16 ل 18 سنه، اللي هو الويلسون ديزيز، ويعمل نيورولوجيكال مانيفيستيشن وهيباتيك مانيفيستيشن. في اللابوراتوري مش هلاقي هايبر فينايل الانيميا، لكن عنده ديكريز للبي اتش 4، تمام، والنيو بترين في السباينال فلويد. الدوبامين والاتس متوبالايت اللي هو الهوموفالينيك اسيد هيبقوا ريديوسد ايضا في السباينال فلويد. في ناس بيبقوا كارير اللي هما بيكونوا اسيمتوماتيك، ناس كارير اللي هما بيكونوا اسيمتوماتيك. طيب هعمل ميجر للريشيو بتاع البلازما فينايل الانين للتيروسين بعد ما ادي اورال دوز من الفينايل الانين. هدي 100 ملي جرام بير كي جي فينايل الانين، الريشيو هتزيد بسرعة أكتر من 3 تايمز عن النورمال بعد ساعتين في الأسيمتوماتيك كارير. يبقى أنا هدي جرعة من الفينايل ألانين عشان أكتشف، جرعة 100 ملي جرام لكل كيلو. لو لقيت النسبة بتاعته زادت أكتر 3 مرات يبقى ده على طول مين؟ أسيمتوماتيك كارير للسيجاوا ديزيز. هنا الديفرينشال دياجنوز، كل حالات الديستونيا وكل حالات الشايلد هود باركنسيونيزم، تمام، وبالاخص التيروزين هيدروكسيليز والاروماتيك امينو اسيد. علاج الحاله دي اللي هي بتاع سيجاوا ديزيز دي، ان انا بدي ال دوبا ماشي زائد بريفرال دوبا دي كاربوكسيليز انهيبيتور. هدي ال دوبا زائد بريفرال دوبا دي كاربوكسيليز انهيبيتور. ايه العلاجات الجديده في حاله الفينايل كيتونيوريا؟ علاج اسمه سين بي 16-18، هيعمل لي ريديوس النيجاتيف افكتس بتاع البروتين كونتيننج فودز في حالات البي كيو اللي هي الفينايل كيتونيوريا، لكن هو ابروفز ماشي ك من الاف دي اي، منظمه الصحه والاغذيه العالميه، كفيرست ميديكيشن تو تريت ذس
رير ديزيز. يبقى ايه هو الدراج الابروفد حاليا؟ اللي هو السن بي 16 18. في دراج تاني اسمه البلين زيك، اسمه البلين زيك، ده المادة الفعالة بتاعته اسمها بيج فاليز، خلاص. هو ابروفد في شهر مايو. ودراج تاني اسمه الكوفان. يبقى الأدوية الجديدة اللي انت لازم تبقى عارفها في حالات الفنايل كيتونيوريا اللي هي البلين زيك والكوفان، ودول هنلاقي عليهم واحدة يوتيوب. لكن اللي هو البلي زنك ده والكوفان دول غاليين خالص، دول غاليين. ايه الاكلات اللي انا لازم اتجنبها في الاطفال او الناس اللي عندهم هايبر فينايل الانيميا؟ لازم اتجنب، ماشي، الميلك والاكس. يبقى انا هكتب له في الجدول بتاعه ما تاكلش اللبن والبيض والجبنة والنطس المكسرات والصوي بينز والبينز الفول والتشيكن الفراخ والبيف اللي هو لحم البقر والبورك اللي هو لحم الخنزير والفيش. كل دول لازم أحاول أبعد عنهم. طيب أيضا البوتيتو والجرينز وبعض الفيجيتابلز برضو أعمل لهم ليميتيشن. التشيلدرن والأدلت لازم ابعد عنهم البيفرج اللي هي المشروبات الروحيه والحاجات اللي فيها الاسبرتام، الحاجات اللي فيها الاسبرتام، لان الاسبرتام ده عباره عن ارتفيشال سويتر، يعني حاجه بتحلي، بيتعمل من الفينايل الانين. بعض الميديكيشن لازم فيها اسبرتام ابعد عنها، وبعض الفيتامينات ايضا فيها اسبرتام وفيها امينو اسيدز، ماشي، والسكيم ميلك باودر، كله ده ابعد مين؟ ابعد عنه. يبقى انا بسرعه هلخص حاله الهايبر فينايل الانيميا او الفينايل كيتونيوريا. قلنا اللي بيحصل فيها ان انا بخش في البصوي رقم سي اللي هو بيبقى عندي ديفيشنسي للفينايل الانين هيدروكسيليز انزيم. في عندي اربع صور، في الكلاسيك، في المايلدر او اسمها بيناين، في الماليجننت ودي الخطرة، وفي النوع اللي بعد كده الترانزيانت اللي هي بتبقى مؤقتة وبتخف، وفي النوع بقى سبيشيال اللي هو بيبقى معاه ديستونيا اللي هو قلنا عليه اسمه السيجوا ديزيز. لكن ايه هي المانيفستيشن عامة بتاعت هايبر فينايل الانيميا او فينايل كيتونيوريا؟ كيتونيوريا يبقى هيبقى فيه كيتون بوديس، فينايل كيتون بوديس في اليورين. اليورين نفسه هيبقى ليه ريحة المصطي او موسي اودر. السكين هيبقى لايت، هيبقى عنده منتال ريتارديشن، هيبقى عنده هايبر اكتيفيتي، هيبقى عنده ايه تاني الشخص دوت؟ هيبقى عنده مشاكل تانية في البور جروس، وهيبقى عنده مايكرو كيفري. وقلنا العلاج بتاعه لو هو هايبر فينايل انانيميا بس هديله دايت فري، اديها لغاية 14 سنة. وقلنا ليه لغايه 14 سنه؟ لان بعد 14 سنه البرين مش هيتاثر بالهاي ليفلز بتاعه الفينايل الانين. وقلنا النوع ده الفينايل الانين ليفل بيكون من 6 الى 20، من 6 او اكتر من 20، لان المايلد بيكون من 6 ل 20، اكتر من 2 واقل من 20، خلاص. ولازم ادي معاه البي اتش 4، لازم ادي معاه البي اتش 4. لكن الحاله اللي بيبقى فيها البي اتش 4 واطي والفنايل الانين مظبوط، دي اسمه السجوة ديزيز، اسمه السجاوة ديزيز. كده خلصنا الهايبر فينايل الانيميا والفنايل كيتون يوريا.